فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروه منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تعليق من الأستاذة سارة بتطلب في مناقشة رواية تانجو الشيطان للمجري لاسلو كراسرا هوركاي. وفي الحقيقة يعني أنا لم أقرأ لهذا الكاتب من قبل، ودي أول مرة أقرأ له، وفعلا قرأت له، بحثت على النت لوجدت فيه رواية موجودة له على النت، ووجدت من المكان اللي أنا دايما بشتري منه كتب أونلاين يعني بتتبعت للبيت على طول، وجدت له 4 روايات كان ممكن كنت على وشك أن أشتريهم. يعني الرواية الأولى The Melancholy of Resistance، كآبة المقاومة، مترجمة تحت باللغة العربية تحت اسمه كآبة المقاومة، و War and War، حرب وحرب، ورواية سيبو There Below، سيبو هناك بأسفل، كل دي ترجم باللغة الإنجليزية. وجدت له رواية بقى تانجو الشيطان مترجمة إلى اللغة الصينية، وكنت أيضا على وشك أن أشتري الـ4 روايات دول، ولكن لما لقيت فيه نسخة عربي على النت قلت أقرأ العربي الأول، أقرأها أشوف أسلوبه إيه، ويعني أشتري روايات ولا لا. فوجدت نسخة مترجمة من قبل الأستاذ الحارث النبهان، ترجمة كآبة المقاومة، كآبة المقاومة، وهي فائزة بجائزة مان بوكر الدولية لسنة 2015، والرواية مكتوبة في 1989، وقرأتها منشورة عن دار التنوير، بس أنا مش عارف دي منشورة نسخة ورقية ولا نسخة PDF بس كده نسخة إلكترونية، لأن النسخة الموجودة على النت ما ظنش أن دي النسخة الورقية، يعني لأن شكل الصفحة وكده مجرد كأنها وورد فايل وتحول لPDF. الحقيقة المترجم الحارث النبهان عمل جهد رائع يعني واشكر عليه، يعني ترجمة حلوة باستثناء بعض الهنات النحوية هنا، يعني في بعض الأخطاء النحوية هنا وهناك، ولكن ده يعني ألوم الناشر في المقام الأول لو دي نشرت ورقيا، لأن أي ناشر المفروض يكون عنده مراجع لغوي يراجع ويدقق الناحية اللغوية بشكل كويس، إنما كترجمة يعني المترجم عامل جهد حلو ويشكر عليه يعني. إنما يعني يا مترجم أنت عامل ليه مترجم كلمة إنش سايبها إنش زي ما هي، ليه مش مترجمها بوصة؟ يعني ما هي كلمة إنش بوصة، يعني بدل ما تقول إنش مربع ما تقول بوصة واحد بوصة مربع، يعني بدل الانش دي، يعني انش انت كده ما بتترجمش، كده بتعمل حاجة اسمها ترانسليتريشن، يعني كتابة الصوت الأجنبي بالحروف العربية مش ترجمة. فكلمات زي دي اللي مش كل العرب يعرفوا يعني انش، مش كل العرب هيفهموا يعني انش، ما ظنش يعني. إنما في الإجمالي زي ما أقول لك أنت عامل شغل حلو وكويس جدا، يعني رواية، خاصة رواية تعتبر كبيرة، يعني في الطبعة الورقية باللغة الإنجليزية 336 صفحة، ف 336 صفحة في الطبعة الورقية ده يعتبر حجم كبير، يعني مش رواية صغيرة ولا متوسطة، يعني أنا أعتبرها يعني أحطها مع الروايات الكبيرة الطويلة يعني. فجهد حلو يعني منك، وأنا يعني عشان برضو بانطباعي عن الرواية انطباع سليم، قريتها أيضا لقيت نسخة منها أيضا باللغة الإنجليزية، فقرأت اللغة الإنجليزية أيضا الترجمة الإنجليزية عشان أشوف هو نفس الانطباع اللي أخدته ولا لا، وهو فعلا نفس الانطباع اللي أنا طلعت به الرواية. قبل ما نقول الرواية خلينا كلمتين كده عن الكاتب بسرعة. الكاتب ولد سنة 1954 لاسلو كراسنا هوركاي، واسمه هو مجري، فالاس زد لما بيجوا مع بعض بينطق سين باللغة العربية سين، لأن في ناس انطقوا لازلو كراسنا هوركاي. شفت انترفيو في أمريكا ليه
البن اللي هو جمعية القلم الدولية، لقيت الانترفيور يعني سأله أو نطق اسمه لازلو، لازنو لازلو كراسنا هوركي، لا هو لازلو كراسنا هوركي بالسين، هنا سين وهنا سين، الاس زد في اللغة المجرية بينطقوا سين أو اس صوت الس. انا ما بتكلمش مجري على فكره، بس انا عملت بحث ودخلت وشفت الالفابت المجري بيتنطق ازاي، والاس والزد لما بيجوا مع بعض بيتنطقوا ازاي، فانا متاكد من المعلومه ديت يعني. لاسلو كراسنا هوركاي له عده روايات مش كتير يعني، انما دي تعتبر اشهر روايه ليه، لانها هي دي اللي يعني حصل بيها على كتبها سنه 89، وفي 2015 حصل على جائزه مان بوكر برايز. وفي ناس بتشبهه بكافكا، وعندهم حق يعني الى حد كبير او الى حد ما. وله كم رواية يعني، 1 2 3 4 5 حوالي 7 روايات تقريبا، وبعض النوفلات القصير برضو 1 2 3 حوالي 4 أو 5 نوفلات، 4 ومجموعة قصصية ومقالات، وهو كاتب سيناريست يعني بيكتب سكريبتس للأفلام. فهو يعني بدأت أقرأ له. المهم يعني انطباعي عن القصة، خليني أحكي القصة بسرعة. قصة فيها 6 شخصيات أساسية هم اللي بيحكوا القصة، بس القصة عن طريق الضمير الثالث. الضمير الثالث هو يعني في سارد بيحكي عنهم، السارد هنا هو الروائي بيحكي عنهم. السيد والسيدة إستر، فهي مش إستر، مش إستر زي مكتوبة في اللغة العربية، لا هي إستر، هي زي اسم إستر المعروف باللغة الإنجليزية، وموجود في العربي أيضا عندنا في مصر يعني على الأقل في إستر. وفي ميسيس بلوف وابنها، بلوف وابنها فالوسكا. وفي بقى السيد حارر دوت اللي هو ضابط الشرطة وزوجته. ف6 شخصيات، السيد والسيدة إستر والسيد والسيدة حارر والسيدة بلوف وابنها فالوسكا. القصة بتبدأ بشخصية السيدة بلوف ديت اللي هي كانت مسافرة في القطار، كانت زارت أختيها في بداية الشتاء، وكانت بقى إيه كانت دي عادتها كل سنة يعني، وكانت في طريقها للعائدة إلى بيتها، ولكن كان حركة القطارات معطلة، وفي بلبلة ودربكة وبعض الفوضى أدت إلى تعطل حركة القطارات، وبعض الإشاعات سرت في المدينة. المهم يعني يعني اضطرت انها تركب القطار المتاح، وكان مش هي بقى لوحدها، كان كل الناس ناس كتيرة، فكان القطار مزدحما جدا، انما يعني استطاعت ان تجد لنفسها مكانا. وكانت هي رغم ان تذكرتها تذكرة اولى درجة اولى، انما اضطرت انها تركب درجة ثالثة مع الفلاحين والعمال والبسطاء، فكانت مشمئزة جدا من طريقة اكلهم، من ريحتهم، من شكلهم، من طريقة كلامهم، من النكات التي يلقونها من حين، النكات الفظة الوقحة التي يلقونها من حين لآخر، طريقة كلامهم مستوى تاني خالص بعيد عنها، وهي يعني نقول انها تنتمي للطبقة البر جوازية. فكانت مشمئزة جدا، وكانت قاعدة بقى في الكرسي يعني ضم نفسها كده وخايفة. الجزء دوت من الرواية عجبني جدا، دي بداية الرواية، عجبني جدا جدا لأقصى درجة يعني، كنت مستمتع بالجزء ده جدا، وطريقة نظرتها للناس وخوفها من الناس فعلا أسلوب كافكاوي، أسلوب كافكاوي. و
وفي واحد هيضيقها بنظراته وهتحاول تهرب منه. الجزء ده كله لغاية ما توصل، مش لازم أحكي بالتفاصيل يعني كل التفاصيل كلها، رغم أن التفاصيل كلها حاضرة في ذهني لأن لسه منتهي منها، قريتها بالعربي وقريتها بالإنجليزي، فكل التفاصيل حاضرة، إنما يعني مش عاوز أطول في مدة الحلقة. المهم هتوصل، القطر هيوصل للمدينة بتاعتها، وهي ماشية بايدن برضو هتبقى ماشية تتلفت حولها، خايفة من الناس، خايفة يكون الشخص اللي يعني كان بينظر إليها بوقاحة في القطار يكون يعني متتبعها. وهتشوف يعني عربة شاحنة، عربة سيرك متنقل. كانت في إشاعة بقى، أو مش إشاعة، كان في خبر إن في سيرك متنقل سيصل إلى المدينة لعرض جثمان حوت ضخم، أضخم حوت في العالم، جثمان محنط لحوت ضخم. فهي شافت بقى هذه العربة هي في طريقها إلى المدينة. المهم بعد صعوبات وبعد ما بالعافية يعني تلاقي، كان الوقت تأخر طبعا بها بالليل، فكانت مرعوبة، تجد الحافلة الباص يقول لها إلى مسكنها، ومجرد ما توصل لمسكنها سترتاح طبعا، إنما الباب هيخبط، هتفتح تنزل تفتح الباب، هتلاقي جارتها واحدة اللي هي بقى إيه الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها دي ميتز بلوف، السيدة بلوف. الشخصية اللي هتيجي تزورها بقى السيدة إستر، سيدة سمعتها مش طيبة والمدينة كلها بتكرهها، وهتتفاجأ بزيارتها، إنما هتعتذر لها إن هي جاية في وقت متأخر، وهتقول لها إن هي عايزة ابنها فالوسكا. هنعرف بقى إن السيدة بلوف اللي الشخصية الأولى ديت لها ابن بعيد عنها وهي طردته لأنه يعني فاشل في حياته، وعايزاها يعني تأثر عليه علشان يقنع جوزها. يعني السيدة إستر عايزة السيدة بلوف تقنع ابنها فالوسكا، ابن بلوف فالوسكا، ان هو يقنع زوج السيدة إستر ان هو يخوض انتخابات الاهل المدينة والمواطنين المدينة، عايزين انتخابات محلية يعني المجلس المحلي في المدينة، وهي عايزاه جوزها يوافق رغم ان هو متقاعد، موسيقار متقاعد ويعني معتزل الحياة العامة تماما ورقيد الفراش تقريبا. فهتقول لها ميسيس بلوف دي، هتقول لها السيدة بلوف، هتقول لها ان هي ملهاش صلة بابنها وما تقدرش تعمل حاجة. فالسيدة هتمشي بقى، إستر دي هتمشي، وهنا بقى نلاقي ان القصة بدأت تنتقل على تحكي بقى عن إستر. سيبنا بلوف دي بقى ما بناش نسمع عنها بقى لآخر الرواية، والرواية انتقلت بقى للحديث عن إستر، وإن هي عايشة رغم أنها متزوجة إنما هي عايشة في يعني هجرت بيت زوجها وعايشة في بيت لوحدها، ولها علاقة محرمة يعني علاقة مع ضابط الشرطة اللي هو أيضا متزوج مستر هير، وهي سيدة متسلطة وتريد تغيير المدينة، وهي اللي دعت هذا السيرك إنه يأتي إلى المدينة. جزء كبير بيحكي عنها وعن حياتها وعن علاقاتها وعن شخصيتها وما إلى ذلك. وبعد كده هتيجي هتنزل تروح لبيت فالوسكا اللي هو بيت جوزها اللي كانت ساكنة فيه أصلا. فالوسكا عايش معاه بقى، فالوسكا اللي هو ابن مين؟ ابن بلوف. فالوسكا عايش مع في بيت جوز إستر، مستر إستر. بعد ما سيدة إستر سابت البيت ومشيت، فالوسكا جي عاش معه يخدمه يعني، وكان صديق لي وكان بيحترمه. وهتطلب من فالوسكا إنه يؤثر على جوزها عشان يخوض الانتخابات دي، وكان حتى ما كانتش بتغسل ثياب زوجها، فجابت له ثياب جديدة وجابت بعض الثياب ليها يعني في إشارة إلى أن هي عايزة تعود تنتقل للعيش مع زوجها مرة أخرى. وهنا بقى الرواية تنتقل للحديث عن فالوسكا. سيبنا شخصية إستر، السيدة إستر، ودخلنا على شخصية فالوسكا، ونجد أنه شخصية حالمة، شخصية يعني إنسنت، بريئة، مهتمة بالنجوم والفلك، ودايما تكلم الناس على النجوم والفلك، وعايش في دنيا تانية خالص، منعزل يعني عن في عزلة بينه وبين الواقع، يعني شخصية إنسنت وحالمة، شخصية بريئة وحالمة، يمكن أكتر شخصية في الرواية
اللي نقدر نقول انها شخصيه بريئه وحالمه. وبعد ما نتكلم عنه بقى القصه تتكلم عنه وان هو كان في بار وهيشرح للناس حركه الكواكب ويمثلوا دور حركه الكواكب ويمشي في المدينه ويلاقي الناس فيها جلبه وفي اشاعات يعني تتناثر بين الناس. هيرجع البيت ويقابل السيد استر ويقول له ان مراته جات وزوجته جابت الحقيبه دي له. وهنا القصه تنتقل مره اخرى للحديث بقى عن مش مره اخرى من جديد او لاول مره تنتقل للحديث عن السيد استر بقى. اوكي دي كده 1 2 3 4 دي كده الشخصيه الرابعه في القصه. وهنعرف ان هو موسيقار وان هو تقاعد ترك الـ الـ يعني الـ الـ الوظيفه بتاعته وزهد في الدنيا كلها وزهد في الحياه وزهد في كل حاجه والمجتمع وكان شخصيه سوداويه. وايضا السيده حرر هي اللي هي زوجة ضابط الشرطه كانت هي تملك البيت وكانت بتيجي بتنظف البيت من وقت لآخر. المهم الـ عند قيام السيرك دوت في أول يوم يعني افتتاح كان بقى في إشاعات كتيرة عمالة تتزايد بأن هذا السيرك ما هو إلا مؤامرة وما هو عارفين نظرية المؤامرة نفس الحكاية أن هذا السيرك ما هو إلا نظرية يعني إحدى حيل بعض الجهات الداخليه والخارجيه وان في فوضى ستعم المدينه وان يوم القيامه قرب وانه ان اشاعات كتيره وبقى في مظاهرات بقى الناس خرجت في مظاهرات تكسر في المدينه. فالضابط الشرطه اللي هو مستر هارر اللي على علاقه بالسيده استر بدوره يعني سيخمد هذه الثوره. والقصة بتنتهي يعني مع فض المظاهرات دي أو المقاومة دي. القصة طويلة زي ما بقول يعني في العربي فوق 600 صفحة وبالإنجليزي النسخة الإنجليزية البي دي اف فوق 500 صفحة والنسخة الورقية المطبوعة 336 صفحة. وزي ما قلت الجزء الأول اللي بيتحدث فيه على لسان أو بيصف فيه بلوف سيدة بلوف ورحلتها على القطار عائدة إلى بيت، الجزء ده رائع ويعني أنا قلت أنا داخل على رواية يعني رهيبة وعجبني جدا جدا. وزي ما بقول يعني فعلا واضح تأثره بيه بأسلوب كافكا. الجزء الثاني السيدة إستر نقول أيضا جزء كويس جدا وحلو يعني أيضا وفضلت ماشي فيه ويعني مستمتع بيه لحد كبير جدا. الجزء الثالث وهو ما فيش أجزاء في الرواية ده الرواية كلها سايحة على بعض من أولها لآخرها ما فيش فصول وما فيش أجزاء ولا حاجة يعني بس أنا بقسمها كده إيه طبقا للشخصيات. الشخصية الثالثة فالوسكا يعني بدأت يعني أمل بقى من كتر الوصف وكتر الأحداث اللي ما بتاخدنيش في تصاعد يعني في أحداث تصاعدية كده لناحية وكده عمال ينتقل من شخصية لشخصية وتقريبا كلنا كده ماشيين في خط أفقي ما فيش استعراض تصاعدي للأحداث الى حد كبير يعني. فمع وصف بقى حياه فالوسكا بدات امل دخل على حياه السيد استر لما فالوسكا راح للسيد استر يقول له ده زوجتك جد وجابت الشنطه ديت الحقيبه دي لقيت في اجزاء كبيره بقى دخل يعني بيستخدم طبعا تيار الوعي كتير انهم بيستخدمه بافراط من وجهه نظر يعني. في الجزء ده بدأت فعلا الروائي بدأ يفقدني هنا يعني لأن وجدت أجزاء كبيرة يعني أنا مش عارف هي بتضيف إيه للبلوت وبتضيف إيه للقصة. يعني حديثه عن الفيلسوف فيثاغورث بالعربي وما قاله عن العلاقة بين الموسيقى والرياضيات وكل ده حديث وأنا بقرأ أنا نسيت أن أنا بقرأ رواية وكأني بقرأ مقال عادي
وفي في فقرات كتيره في الروايه بحس ان انا بنسى ان انا بقرا الروايه كاني بقرا مقاله، ومنها الجزء ده خصيصا كلامه عن الموسيقى كلام دقيق جدا، وانا مش شايف انه بيبني يعني صفحات عديده، كان الكاتب ممكن يختصرها كلها في جمل بسيطه، والصفحات دي كلها انا شايف انها اخذت من الروايه ولم تضف اليها. ولذلك انا شايف ان يعني ده كده اختصار عرض ملخص يعني للروايه، وفي ناس لما بتحاول يعني ان هي تجد معنى للروايه، يعني هو عايز يقول ايه من الروايه، يقولوا ان الروايه بتتكلم عن المجر اثناء الحكم الشيوعي، وان الروايه كافكاويه وديستوبيان نوفل، روايه ديستوبيان يعني بتتكلم عن العالم او واقع ماساوي يبشر به في المستقبل، ولكن انا مش شايف ان هي ديستوبيان للدرجه ديت، يعني لان هو بيتكلم عن واقع، ده سيرف جاي مدينه وفي اشاعات طلعت في المدينه، ما ده واقع موجود في الدنيا كلها، يعني اشاعات موجوده في الدنيا كلها ونظريات المؤامره موجوده، ده يعني طلع له ان في ناس تحت الارض وناس نازله من الفضاء وناس هي اللي ورا سبب انتشار الفيروس الكورونا، يعني نظريات مؤامره لا تنتهي، فده واقع احنا عايشينه، مش عالم افتراضي ولا حاجه، ولا بيتحدث عن مستقبل، لان في ناس ايضا حاولت تقارن بينها وبين 1984 لجورج اورويل، واعتقد ان لا ما ينفعش نعمل المقاومه ديت المقارنه، اسف ان ما ينفعش نعمل المقارنه ديت، يعني هو اسلوبه متاثر بكافكا وده واضح، خاصه اسلوب كافكا في القلعه والمحاكمه، رواية القلعة ورواية المحاكمة. إنما الحاجة بقى اللي أعيب على الروائي فيها ودي بقى لما أحب أنتقد الرواية، يعني أنا أقدر أقول إن نصف الرواية الأولاني عجبني أيما إعجاب، يعني أعجبني جدا، أعجبني أيما إعجاب، ولكن النصف الثاني بدأت بقى أمله، بدأ يفقدني. ليه؟ لأن أنا شايف إن هو عنده قدرة رهيبة على السرد، يعني عنده طاقة سردية هائلة، يعني تجعله فعلا في مصاف أو تؤهله لأن يكون في مصاف الكتاب الأوائل الروائيين الأوائل في الزمن الحالي يعني. ولكن أعتقد يعني لو عايز أنتقده ان مشكلته انه السرد، قدرته الهائلة على السرد دي مش قادر يحكمها ويضبطها ويجعلها يعني he can't channel it يحطها في قناة كده ودايركت، يحطها في قناة تصب في صالح الموضوع، في صالح البلوت اللي بياخدنا تصاعديا كده شيئا فشيئا الى البلوت، الى الكلايماكس في البلوت، الى ذروة الاحداث. لا، ده السرد عنده يعني بلا قيود، وده اللي يخليني في احيانا كتيره صفحات كتيره احس ان ده ممكن تتشال ويمكن يعبر عنها في جمل معدوده وخلاص، مش محتاجه كل هذا الوصف. ويعني انا حاسس ان يعني خلوني اضرب لكم مثل، يعني لو انا دلوقتي هاخد دور الروائي واضرب مثلا كده، لنفرض ان انا مثلا عملت لقاء صحفي مع شخصية مهمة، وجيت بقابل رئيس التحرير اللي انا شغال عنده، فرئيس التحرير عايز يعرف اللقاء الصحفي ده ماذا تم فيه وماذا حدث مع هذه الشخصية المهمة، فانا ابدا اقول له بقى يعني صحيت من نوم الساعة 7 الصبح وجيت افتح المية لقيت المية الحنفية مقطوعة، المية مقطوعة ومية فيها مشكلة، وجبت السباك يصلح والمية ضربت ومش عارف، يقول لي انا عايز اعرف انت حملت اللقاء واخبار اللقاء ايه الصحفي، اقول له جاي لك وبعد ما صلحت البتاع ونازل لقيت مش عارف النور الكهرباء اتقطع، وبعد ما نزلت وانا نازل رجلي اتكعبلت وقعت من على السلم والاتوبيس اتاخر وخدت الاتوبيس وكان زحمه ونزلت متاخر،
محطة فاتتني المحطة وخدت تاكسي وأنا راجع وهو يوقفني، يا عم عايز أعرف، كلمني عن اللقاء الصحفي حصل فيه إيه، أقول له أيوة جاي لك، وأفضل أحكي وأحكي وأحكي. قدرة هائلة على السرد وعلى الحكي. وفي الآخر اللقاء الصحفي رحت لقيت الراجل مش موجود مثلا يعني. فالقدرة الهائلة على السرد دي لابد من أن يكون معاها قدرة هائلة موازية لها، تمكن الكاتب يعرف يتكلم في إيه، يحكي في إيه، ويسيب إيه، عشان في النهاية الرواية تبقى محكمة والقصة تبقى محكمة، ما يبقاش سرد، حتى لا يتحول السرد الفني إلى ثرثرة. فأنا ده اللي أنا شايف النقطة اللي أنا أخذها على الكاتب، إنه عنده طاقة هائلة على السرد، ممتاز، بدليل إنه يعني السيناريست بيكتب سكريبتس للأفلام، عنده قدرة هائلة يعني على إنه يحكي ويحكي ويحكي إنما هذا السرد الفني في أحيان كتيرة قوي بيتحول إلى ثرثرة أكثر منها سرد فني يضيف إلى العمل. أنا شايف إن هذه الثرثرة تأخذ من العمل. وهذه الرواية باللغة الإنجليزية المطبوعة 336 صفحة، أنا شايف إنها لو اتعملت في 120 صفحة أو 150 صفحة فقط كانت هتبقى رواية هايلة، أعظم وأجمل منها دلوقتي بكتير قوي. إنما دي حاجة يعني ده ياخدني للحديث عن رواية أخرى وأسلوب آخر مختلف تماما، إرنست هيمينغوي، لأن أيضا جالي طلب بمناقشة رواية إرنست هيمينغوي. والحال من يومين جات لي مجموعة الروايات دي، ودي الروايات اللي أنا هناقشها يعني في الأيام القليلة المقبلة. أول رواية إرنست هيمينغوي The Old Man and the Sea، الشيخ والبحر، أيضا كانت طلبت مني، فهناقشها بعد تسجيل الحلقة دي مباشرة، هناقش الرواية دي لأن الرواية قصيرة يعني نوفيلا. طبعا أنا عارفها من زمان إنما مش عندي نسخة ورقية ليها، فأقول إنها دي من الأعمال اللي يعني لابد إنها توجد في المكتبة في مكتبتك، فحبيت إنها تجيلي. وأيضا رواية لسينكلير لويس مين ستريت، الشارع الرئيسي، وسينكلير لويس حاصل على جائزة نوبل للأداب، نوبل للأداب، وحاصل أيضا على بوليتزر. فأيضا دي رواية مهمة أيضا كانت طلبت مني، فدي هنعيشها أيضا قريبا. وأيضا ديفيد كوبرفيلد تشارلز ديكنز، رواية مهمة جدا من الكلاسيكيات. من هنا أنا مهتم أكتر صراحة بالكلاسيكيات، أنا مهتم بالكلاسيكيات. أنا كارينينا ليو تولستوي، رغم أن أنا قريتها مترجمة إلى اللغة الصينية، إنما التراجم الإنجليزية لا يعلى عليها، فلابد من واحد يعيد قراءتها. وأيضا ريزركشن، رغم أن قريتها باللغة الصينية مترجمة إلى اللغة الصينية، إنما أيضا لليو تولستوي، إنما الترجمة الإنجليزي أيضا لابد من الواحد يقرأ. إنما حاليا وربما أيضا العمل القادم أو Of Human Bondage لسومرست موم، دي أيضا رواية عظيمة، إنما هتاخد مني وقت لغاية ما أنتهي منها، لأن زي ما أنتم شايفين ضخمة وأنا مستمتع جدا بقراءتها، فواخد راحتي خالص معاها، هاخد فيها بقى براحتي لغاية ما تخلص تاخد وقتها. إنما اللي عايز أقوله بقى، واحد زي إرنست هيمينغوي ده في أسلوبه نقيد لاسلو، النقيد بتاعه تماما، لاسلو كراسنا هوركي، النقيد هيمينغوي لما كتب The Old Man and the Sea كان حريصا على أنه يحذف كل ما يمكن الاستغناء عنه، كل ما يمكن الاستغناء عنه. هو يعني هو نفسه قال أنا كان ممكن أكتب الرواية دي في 1000 صفحة، إن أحكي بقى عن القرية وعن حياة الولد وحياة البحار وحياة كل واحد في القرية، ويحكي تفاصيل التفاصيل، والرواية دي الصغيرة اللي واخدة 100 صفحة ممكن يكتبها في 1000 صفحة، إنما هو ما حبش يعمل كده. ولذلك رواية محكمة جدا، وأجدها يعني ممتعة جدا في قراءتها، وما تقدرش تحذف منها صفحة.
نفس الشيء لو قلنا على رواية كافكا التحول. هذه الرواية التحول، أنا عملت حلقة عليها، رواية التحول لكافكا، والأستاذة سارة تركت تعليق على تحليل لهذه الرواية The Metamorphosis فرانز كافكا، يعني أيضا نوفيلا، رواية قصيرة إنما محكمة جدا، وما نقدرش نحذف منها حاجة، ما نقدرش نحذف منها حاجة يعني. فهذا الأسلوب صراحة أسلوب ممتع جدا في القراءة، وتحس إن أنت ما تقدرش تحذف صفحة، تقدرش تحذف جملة، رواية محكمة. دي كمان يعني هذا الكتاب على فكرة ده كده، دي الرواية وأعمال أخرى، مش ميتامورفيسس أصغر من كده بكتير، ميتامورفيسس حوالي 80 صفحة، أقل من 100 صفحة، حوالي 75 صفحة يعني. إنما في روائيين يعني السرد عندهم بلا يعني ما فيش، زي الحنفية المية المفتوحة على طول بتغرق الدنيا. He's all over the place. لما أحب أوصفه هقول He's all over the place. السرد بتاعه all over the place، يعني مشتت في كل مكان. ورواية زي دي مش أرضا، مش بالضخامة، مش بالصغر، يعني رواية زي دي of human bondage، شوفوا على ضخامتها، إنما فعلا الواحد حس، وكل صفحة وكل chapter مهم جدا، يعني دي مش عارف كم تشابتر طويلة، يعني 122 تشابتر، 122 فصل. إنما ما أقدرش أقول إن في فصل اللي فيها ممكن يعني أشيله من القصة. هو ده دليل العمل اللي يعني اللي فعلا هيكون من الكلاسيكيات، ودي من الكلاسيكيات الحديثة طبعا. فهو ده العيب اللي أقوله على أسلوب لاسلو كراسناهوركاي في هذه الرواية. لم أقرأ أعماله الباقية، إنما حكمي على أسلوبه في هذه الرواية إنه مش عارف يضبط نفسه إمتى يتوقف عن السرد وإمتى يسرد، زي حنفية المية المفتوحة اللي all over the place بقى مغرقة الدنيا كلها. إنما طاقته السردية هائلة، وموهبته على السرد رهيبة رهيبة، بس أتمنى إنه يصغر في رواياته ويخليه يسرد فقط ما هو مفيد. أكتفي بهذا القدر يعني في تعليقي على هذه الرواية. الرواية أنصحكم بقراءتها، وكل واحد ليه رأيه، ممكن تتفقوا معي ممكن تختلفوا معي، يعني راحتكم. إنما أكتفي بهذا القدر، وهسجل حلقة دلوقتي عن الشيخ والبحر The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway الكاتب الأمريكي. ونراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.